أهلا وسهلا بكل متابعي برنامج سيدة اليوم. حان الوقت لنقدم لكم فقرة سبوتلايت الأسبوعية، ونبدأ بأبرز العناوين. يمكن خسارة الوزن من خلال تناول عصير ديتوكس يساعد القولون على أداء مهمته الهضمية على أكمل وجه؟ نعم بالتأكيد. يعني من الضروري ننظف هالمنطقة من جسمنا يلي حتى لو بلشنا نظام غذائي سليم وصحي ما رح ناخد النتيجة السريعة المطلوبة، لأنه بيبقى فيه مخلفات على جدار القولون. لهالسبب خلينا نعمل هيدا الديتوكس سموذي يلي رح ينظف لنا القولون تبعنا. نحن بحاجة لكوب من الأناناس المقطع، 3 خيارات ونص كوب من الماء. الأناناس غني بالبروميلين المنظف يلي بيزيل السموم من الجسم وبيحسن عملية الهضم. أما الخيار فبيرطب الجسم وبيعمله ديتوكس لأنه غني بمضادات الأكسدة يلي بتحارب الجذور الحرة وبتخلص الجسم من السموم اللي فيه. تنظيف القولون بيعطينا شعور سريع بالراحة ومنحس حالنا كتير خفيف، وهالشي بخفف الشراهة على الأكل وبيقمع الشهية نسبيا. لازم نتناول هالمشروب صباحا قبل المي او بعد المي، وفينا كمان مساء قبل النوم. من مزين الشعر احمد ياسين طلت شعر لعروس 2020. اختار ياسين تسريحة شعر ويفي مع جمع الخصلات من قمة الرأس الى الوراء، وترك باقي الخصلات متسدلة على الكتفين، ووضع اكسسوارات للشعر بسيطة على شكل تيارة ناعمة للحصول على تسريحة ملائمة لموسم ربيع 2020. هاي أنا أحمد ياسين، خلينا نشوف كيف حيكون شعر العروس لهالموسم. هلأ حضرنا الويفي، بدنا نبلش اللوك برايد لشعر العروس. كما نكون شايفين عم نلفهم على طريقة الريترو، يكونوا متعاجين. طبعاً عم ناخدهم بعكس بعض، ما فينا ناخدهم كلهم على وان سايد لأنه نحن فارقين بالموس. هلأ خلصنا، بدنا نبلش بالشعر العروس. فرقنا فرق النص، كمل بيلبق لوجه المدور أكتر. طبعاً بدنا نشتغل أكتر شو بيلبق للعروس. عم نلفش شوي من قدام كمان يطلع فيهم فوليوم، عم بيلبق لشي ملابس. مثل ما نكون شايفين عم نضب شوي من قدام، عم نحضر الشعر. هلأ كمان نحط الأكسسوريز على الشعر الدارجين كتير ب 2020. مثل ما عم نشوف عم نجمعهم ببعض. هلأ حفرجيكم اللي لفينا الفير بهي الطريقة ليطلع مموج ببعض. مثل ما شفنا كتير سامبل، كتير طبيعي. وهلأ مثل ما نكون شايفين حنحط الهيد بيس على الشعرات في محل معين، بدنا نحطها ما تكون كتير بعيدة ولا كتير قريبة ما يلبق مع وجه المدور، بدنا نعليها شوي من هون. الهيد بيس نحن نقدر نتحكم فيها، بدنا نشدها شوي من هون مثل ما نكون شايفين انها تطلع من هون شوي فيها فوليوم. رح ننهي لوك العروس بالطرحة. إليكي طلت مكياج ربيع 2020 من خبير المكياج محمد حرب. تتميز بألوانها القوية والصارخة، تعتمد هذه الطلة على ظلال العيون البنفسجية والممزوجة بتقنية السموكي. تابع الخطوات التفصيلية والشروحات في هذا الفيديو. رح نجهز البشرة بأويل برايمر معزز بالزيوت لحتى يرطب لي البشرة ويعطيني جلو للميك اب. رح بلش باستعمال كريم الأساس من وسط الوجه واطلع فيه تدريجيا لبرا. عم بستعمل السبونج لنحصل على تغطية متساوية بكامل الوجه. رح وزع هلا الكونسيلر ورح استعمله على المناطق العالية بالوجه لحتى ضوي، وبنفس الوقت حتى خبي العيوب على الوجه. باستعمال الكومباكت باودر عم بلش بالمنطقة اللي تحت العين عشان ما يصير عنا تكسير او تزييح بالكونسيلر. وهلا رح ننتقل للكونتورينج
وراح استعمل البرونزر اللي جاي شيد على جراي اكثر من براون. راح بلش من خارج الوش وقسم فيه المناطق اللي بدي اعملها كونتورينج. راح ضوي راس الخد وشوي صغيره راس المنخار ووسط الوش. هلا راح بلش بالبلاش باللون الزهري، راح احطه على راس الخطوط وادمجه لورا مع البرونزر. هلا عم نحضر العين بالبرايمر. راح نبلش باستعمال الجل لاينر بلون الموف. عم حدد فيه زاوية العين من برا، فوت فيه تدريجيا لوسط العين. عم بستعمل لون اي شادو بوردو وعم ثبت فيه زاوية العين من برا وعم بسحبها صوب الحاجب. راح استعمل هلا لون بيربل ميتاليك، حاستعمله على الجفن المتحرك. عم بستعمل هلا قلم بلون الشامبين من داخل العين وراح مده على الزاوية لبرا. عم برسم اي لاينر بخط رفيع من زاوية العين الخارجية والداخلية. عم بستعمل الماسكارا لاجمع رموشها برموش الاصطناعية. هلا رح زيد الجليتر فوق العين. كل ذلك بالإضافة إلى المزيد ستجدونه على موقع الجميلة.